توضيح مهم جدا 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 جدا. الغيرة الجنونية ليست حب. نعيد، الغيرة الجنونية ليست حب. الأخصائيين النفسيين بيقولوا إنه إذا أنت مع شخص بيغار عليك بجنون، اعرفي إنه هو مهووس وبحاجة للمساعدة. فالغيرة الطبيعية حلوة، الغيرة الجنونية هو شعور عميق بعدم الأحقية وبعدم الثقة بالنفس. فبيغار علي يا الله شو حلو كذا وكذا، هذا بعد الجيزة يعني بالعقدة داع التني. أنا بحس رهف بأنه العلاقات تنتهي إذا أحد الطرفين طلب باسورد تليفون الطرف الآخر. تنتهي، معناته زيرو ثقة. ليه بدك الباسورد تبعه؟ ليش؟ يعني أنت وصلتي لمرحلة قلتي له أعطيني الباسورد تبعك، وبعدين أنت بدك تفتشي براحتك، مش أنه لشو؟ لشو؟ شو هالنوع؟ شو هالعلاقات السامة هاي؟ لا وما بدي الباسورد، وإحكي مع مين ما بدك، وإقلب الموبايل عوجهه. وإذا أنا مش واثقة بأنه هذا الشخص اللي أمامي بيحترم غيابي كما يحترم حضوري، بلا منه. أما أنا أضل عايشة أعصابي مش قادر أنام على مخدتي طالما هو طالع برا البيت، بدك تحبسيه بغرفة وتسكري عليه عشان تتأكدي أنه هو بحبك؟ هذا النوع من العلاقات أنا بنظري هو مشوه ومش بسام. بتعرفي هذيك المرة صار إشي مع كابل هيك أصحابي بحبهم كتير، هم بحبوا بعض يعني، وهيك كتير كيوت إنه كيف مثلا ترني عليها برد هو عادي مثلاً. إنه عرفتي إنه قصدي هذا الأزياء مش باسورد وما باسورد، عادي هم هيك الحياة عملية يعني. أيوة فيها ثقة، فيها ثقة، ناس متجوزين تليفوناتهم مرمية قدام بعض، رنت رهف يعني فاهم شو قصدي؟ أعطيني الباسورد قال قال وبعدين كلهم شو الحكي هذا؟ شو بعرفني الله العظيم، بيني وبينك ما إلها داعي طرمة.